السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كل شي بكم بخير وعلى خير. حبيباتي، اليوم جبت لكم واحد الاكله ديال الصيفيه رائعه جدا، غنيه بالمحتويات، محتويات اللي هي صحيه وتصلح للدراري صغار بالدرجه الاولى. نحاولوا ندخلوا الخضر والفواكه لوليداتنا باش ياكلوهم في الوجبه. اذا اليوم عندي واحد الوجبه متكامله اللي هي سلاد طارت، اون طارت دو سلاد، يعني سلطه مقدمه على شكل طارطه. اذا زيدوا معايا تشوفوا حبيباتي المقادير اللي عندنا. كنحتاجو شويه، هنا درت 5 ديال لي دوا ديال السوريمي مقطعين صغار. درت هنا واحد عيني ميزاني، شويه ديال لدند شويته في زيت البلديه والابزار والمليحه، وحمرته مزيان، تاخد اللويين وقطعته مربعات صغيره. عندي شويه ديال السوسيط حتى هو مقطع محمر ومقطع، وعندي شويه ديال الفلافل المصبره، شويه الفلافل المصبره مقطعه قطع صغيره. نوريكم البنات القرعه ديال هاد الفلافل باش اللي تبغيها، راه بنينه بزاف البنات. شوفوا كي دايره فيها الثومه وزيت البلديه، وكتكون مرقده، ما غاليهش بزاف، كدير 18 درهم. نتمنى ان تبان لكم في لاكام 18 درهم لهاد القريعه، وبنينه تصلح لا سلاد. وعندنا هنايا جودو على الكرافس، جدع الكرافس كيتباعو حتى هما مصبرين في القرعه مقطعين على هذا الشكل في حال الشعريه. عندنا علبه ديال الذره، عندنا قليل من الخس مقطع قطع رقيق، قليل من الكروم، عندنا جزره محكوكه كبيره، جزره كبيره محكوكه، وهذا الفقوس وحده محكوكه. وعندي هنا خليت شويه ديال باش غادي نديكوري، وعندي هنايا نص طريف، ماشي نص طريف، ديال المانجا مقطع قطع صغيره. وعندي حبيباتي المايونيز المنزلي اللي درت معاكم في اليوتيوب، سيروا الفيديو رجعوا الفيديو تلقاوه تمايا. وعندي بطاطا مسلوقه سلقتها ودرت فيها هنايا الفرماج محكوك والاوريغانو وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه وقطيره زيت البلديه، ومعكتها مزيان وملأت بها. درت واحد لا سيغفاد في المول، هي الاولى الطبقه الاولى هي بطاطا، ودرت عليها شويه ديال المايونيز. دابا البنات زيدوا معايا، نسيت ما قلت لكمش كاين جوج بيضات للديكور. يلا حبيباتي دابا ننطلقوا لطريقه التقديم وطريقه العمل. اذا معايا حبيباتي غادي نشوفوا شنو غنبقاو نديروا في الخدمه ديالنا، كيفاش غادي نبريزونطيو هاد سميتو هاد الطرطه ديال لا سالاد. اول حاجه غادي نديرها، غادي ندير الكروم هو الاول، راكو كنبان ليكم ياك البنات، نتمنى نكون كنبان مزيان، نتمنى يكون كيبان لكم هذا الشيء. انا قد قربت لكم هنايا. غادي ندير واحد الطبقه ديال الكروم، نبقى ندير بشويه بشويه حتى ندير لها كلشي، نوزعها على جميع الجوانب. نتوما انا درت مول صغير، يمكن لكم ديروا نتوما مول كبير، انا راكو عارفين بالنسبه مول صغير. علاش كندير انا مول صغير؟ لان انا غير بوحدي اللي غادي ناكلو اللي غادي ناكل هاد لا سالاد. غادي ندير لها شويه ديال المايونيز. هذا البنات درته بالمايونيز، درتها بالحليب خالي الدسم وفرماج لايت والزيت البلديه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الموطارد وشويه قبيصه ديال الملحه والحامض، يعني كلها صحيه، واخا غادي تكثري منها ما عندك لاش تخافي، يعني راها صحيه البنات. صافي نبقاو ندورو المول ديالنا حتى نصايبو مزيان، هذا باش نبركو عليها باش تلصق على البطاطا، هي اصلا غادي تلصق لان فيها المايونيز. اذا هذه كتجي بحال البطاطا البنات، غزاله غزاله غزاله. دابا غادي ندير الطبقه ديال الجزر، الجزر راه ما درتلو حتى شي حاجه البنات، حيت اصلا غادي يتنكه بديك المايونيز، المايونيز فيها النكهات. نتمنى تكونوا فاهميني شنو كندير. نزيد عاوتاني واحد شويه ديال المايونيز، ونبقى كنعدل لا سيغفاس ديالي حتى يتجانس كامله الطبقه، تعدل مزيان، نعدلها نجمعها مزيان البنات.
والان البنات غادي نزيد ندير الطبقه الثالثه. درت البطاطا، درت الكروم، درت الخيزو، دابا الطبقه الثالثه. شوفوا شنو غادي ندير فيها. غادي ندير فيها صوص، غادي نحطو مزيان باش يبقى يبان لي في مع القنوته، فهمتوا؟ باش كي نقطع لاطارت غادي تبان يبان ليا الصوصات مستف، فهمتوا؟ نبقاو غادي كنستفوها حتى نكملوا الدائره كامله. نتمنى ان الفكره توصل لكم البنات. يعني من الجوانب خصهم يكونوا مستفين، لان حيت كنقطعوه هو اللي كيبان، حيت كتحيدي تحلي المول ديالك كيجي داكشي كيبان مزيان. اما الوسط، الوسط بقى غير ترمي حبيبات هكا بحال اللي كندير انا هكذا، كنوزع وصافي في الوسط. اما في الجوانب هو اللي خصو يكون يعني منظم ويكون معاوط مزيان مع بعضياته. راه كتلف ليا حتى الهضره. صدقوني البنات هاد لاصالات زوينه وبنينه، غادي تعجب الوليدات ديالكم وتعجب الضيوف ديالكم كذلك ومثال. دابا البنات غادي ندير واحد الطبقه ديال الفكوس فوق من هذا، كنبقاو حتى كنسالي الفكوس. راني حكيتو وعصرتو البنات لا هو ولا الجزر، لانه ما كيطلقوا الماء، دونك ما خصناش تجينا لا طارت ميها، فهمتوا؟ كنبرك مزيان بيدي، ما كاينش حسن من اليدين، الخدمه باليدين الصراحه. دابا غندير المايونيز ونبدا كنوطى مزيان. ندير شويه المايونيز، لا لا سيرفا باش تلصق ديك، تلصق لنا ديك الطبقه اللي كنديروها البنات، فهموني. اكون تفهموني الله يعطيكم الستار، فهموني. فهموني صافي. كنبرك مزيان باش لاطارت ديالي كتشد كتجانس مع بعضياتها، جميع الطبقات يكونوا داخلين في بعضياتهم، باش كي كنقطعها كيجي طروسو مقاد وفيه الدروج كما نقولوا حنا الدروج. دابا حبيباتي غادي ندير الخس. الخس حتى هو مغسول ومنشف من الماء ومقطع رقيق. الخضوره البنات، الخضوره، الخضوره ما احلاها، خضوره كتبهج العين وهو صحي بزاف. الخضر الخس غزال، انا بعدا كيعجبني، كيحمقني الخس. دابا البنات نزيدو له عاوتاني شويه ديال الاخر، شويه ديال المايونيز حتى هو. راه ما كندهنش بزاف، غير شويه كنمشيها غير باش تلصق، باش الطبقه تثبت مزيان، فهمتوا حبيباتي يا عزيزتي يا جميلاتي؟ كنقشب معاكم، كنتجمع معاكم، كيعجبني نتجمع. راه الصديقات ديالي عارفين الطبع ديالي، كيعجبني نتجمع ويعجبني نهضر، يعجبني نضحك، ما كاينش حسن من الضحك. الله يخلينا كلشي بينا ديما ضاحكين. هب يمين وحبيباتي هاد لاطارت غادي تعجبكم بزاف. نوعو ماشي دائما السكريات السكريات السكريات. دابا الان حبيباتي غادي ندير لاداند، حتى هي كيف درت الصوصات، كنبدا من الجوانب كنثبت الطريفات ديالي مزيان، وفي الوسط غادي نبقى غير نوزع. باش كل طروسو كتكوني تقطعيه غادي يجي فيه لاداند ويجي فيه الصوصات، وكتاكلي لا سالاد مع البروتينات، خضر بروتينات تجي غزاله، يعني مفيده، يعني وجبه كامله. انا كنشوفها هذه تصلح البنات تاخذ حتى اللي بيكنيك على برا، باش ما تديش بزاف ديال الطواسم ديال هذه. غادي تجمعي ديك الصالاد ديالك كامله في دقه واحده، ما تبقايش عاد صدعي راسك بالطواسم، هذه الماكله، هذه صالاد بوحدها، هذا الدجاج بوحدو، هذا غادي تجمعيه طارطه واحده وغادي تهني راسك. ومع شويه ديال الفواكه شويه ديال العواصر، ها انت قمتي بالواجب.
اذا حبيباتي دابا غادي نوزع شويه ديال شويه ديال المايونيز باش نثبت هاد سميتو مزيان. دائما مايونيز مايونيز. دابا البنات غندير شويه ديال الكرافس، جذوع الكرافس راه صحي البنات مزيان. غادي نديرها، شتي راه ما دخلتش بزاف ديال زانغغيديون، يعني كاين كلشي داك لي زانغغيديون، لان المول عندي غير صغير، ما بغيتش انا ندير مول كبير. داكشي علاش شريت هذا، شريت هذا باش نكون بنادم واحد اولا جوج لي بيرسون غادي يقدهم ويشيط عليهم، فهمتوا؟ اولا تاخدي في جوج وجبات. صافي حبيباتي غادي ندير له هكا، قدو مزيان، نثبت مزيان، برك مزيان باش جميع المسائل يدخلوا ببعضياتهم. عندي هادي ديال الحريشه كتنفع، ها نتوما كنبرك باش لاطاخت ديالي تجي مثبته مزيان. دابا حبيباتي غادي نديرو الفلافل، غندير شويه المايونيز وغندير الفلافل. المايونيز غير غادي ندهن، ها نتوما غير كيجي داكشي غير خفيف، ماشي تخلعوا تقولوا راه درت بزاف المايونيز. اصلا المايونيز هادي ما فيهاش الماده الحافظه، راها اصلا صحيه وفيها لي زانغغيديون اللي درت فيها كلهم صحيين. الزيت البلديه راكو عارفين، الفرماج لايت، الحليب لايت، يعني كلها صحيه، يعني واخا تكثري منها ما عندك ما تخافي. غتقوليش غتغلاضي حيت غتاكلي غير واحد الطروسو. الفتيات اللي ما كيبغيوش ياكلوا بزاف ديال المسائل، حاجه ما نضيعوها. صافي شتي البنات كتجي متبته مزيان. دابا غادي ندير الفلافل، او كتجي واحد اللوغو زوين بزاف البنات. الفلافل غنوزعهم هكذا، الفلافل الالوان، الالوان الروعه ديال الالوان، روعه الالوان. يعني خلطت فيها هنايا الصفر الاحمر الخضر الابيض البيج، يعني داكشي غزال الكرونا. نزيد شويه نثبت دائما بقى نثبتو بسميتو. دابا البنات غادي نزيد واحد لافاصاد واحد ديال سميتو ديال السوريمي، وغادي نقفل بشويه ديال السوريمي الضرا. اذا حبيباتي السوريمي دابا السوريمي هو بنين، فيه داك اللون بيض وبرتقالي كيعطي حتى هو اللون. ندير له نثبتو بشويه ديال المايونيز حتى هو غير شويه هكا. غير شويه هكا باش يلصق لنا. كتشوفوني ياك، كتشوفو كي كندير الخدمه، فهمتوا؟ هاو كيجي كلشي لاصق. ديك المايونيز كتثبت لنا المحتويات والطبقات. دابا البنات غندير الدوره، حتى المايس راه مزيان صحي حتى هو. كتاكلوا اون سالاد كومبليت رويال، يعني فيها كلشي، فيها اللحم، فيها الدجاج، فيها صوص اللحم، فيها سوريمي، فيها البيض، يعني كامله. اذا حبيبتي هنا دخلت الدوره ديالي، صافي البنات غادي نثبتها كذلك ومثالي.
بشويه ديال المايونيز، داكشي اللي كيطيح من بعد غادي نديرو الفينيسيون. غنديرو الفينيسيون البنات ضروري. دابا عزيزاتي غادي ندير شويه ديال البطاطا اللي غادي نثبت بها لاطاخت ديالي، يعني بحال غادي نبلعها فهمتوا. غادي نحاول نمشيها البنات على، لان راكم تعرفوا البطاطا غير اون فوا كتبرد كتولي كتلصق. غادي نحاول انا نبرك عليها هنايا باش تثبت مزيان، من بعد غادي نصايبوها غير بشويه علينا. دابا البنات هانتوما معايا، دمزت لافاس التاليه ديال البطاطا. دابا غندهنها بشويه ديال المايونيز البنات صافي، وغادي نكملها الديكور ديالها. كنديروا لها المايونيز كلشي بها على هاد الشكل. تجي كلها مدهونة مزيان. دابا انا دهنتها مزيان البنات بمايونيز، كنحاول نثبت كلشي المايونيز في جميع الجوانب ونقدها مزيان، بعد غادي نمسحو اللي كيشاتنا. اذا غادي نديكوريها البنات بالفلافل، الفلافل البنات غادي نديكوريها، يعني كما بغيتو نتوما تقدموا الديكور ديالكم. فهمتوا كما بغيتو، انا بغيت ندير على هذا الشكل. نتوما لكم واسع النظر، انا دائما كنقول لكم نتوما لكم واسع النظر، يعني ماشي بالضروره غادي ديروا بحال كندير انا، يعني نتوما وكيف تحبوا ديكوريو. نتوما كيف بغيو ديكوريو صافي. انا ندير لها هكا على هذا الشكل هذا صافي، وغادي نبدا نوزع يعني المانغا ديالي كمسا شوائين. كل واحد يدير واش تحب الديكور ديالو. دابا البنات غادي ندير لها شويه ديال الجزر باش نثبت الالوان وصافي، يجيونا الالوان كثيره باش تبان بانها راه فيها خضار فيها الجزر فيها، كتجي بحال اون طارت. نزيدو لها شويه ديال الخضوره، هكذا نتوما كما بغيتو ديروها البنات، زوقوها زوقوها. دابا غندير لها البيض،
اذا هاني حبيبتي كملت لهاد الديكور هكا درتها وزعت عليها كل شيء. اذا دابا غادي نديرها للثلاجه تبرد ومن بعد غنوريكم كي غادي نقدمها. يلا حبيبتي هانتوما حبيبتي ها هي الطرطه ديالنا وجدات ايوا كي جاتكم ان تري بيل طارت دو سالاد روعه 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 لا في الديكور ولا في كل شيء نهزها باش تشوفوها. شوفوا لي زيطاجيير شوفوا لي زيطاجيير شتو الوان اخضر ابيض داكشي رائع جدا. شوفوا البنات هانتوما احمر. اذا كنتمنى انكم تجربوا هاد لاطارت وتقدموها للعائله ديالكم والاحباء ديالكم واللي عزيز عليكم طبيعه الحال. وانا حبيباتي نخليكم ونقول لكم مع السلامه حبيباتي. يلا مع السلامه.